السلام عليكم مشاهدين كرام ورحمة الله وبركاته. يتجدد معكم اللقاء وتغطية خاصة نقدمها لكم من مدينتي النجف الأشرف ومدينة الكوفة العلوية المقدسة. تغطيتنا ستكون خاصة عن ليالي القدر المباركة والتي تتزامن مع ليالي استشهاد سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام. أول فقراتنا سنأخذكم إلى باحة الصحن العلوي المقدس حيث رفع راية استشهاد سيدي ومولاي أمير المؤمنين، ومن بعدها مقتطفات خاصة عن إحياء ليالي القدر في مرقد سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره آداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. ونستعين به استعانة راج لفضله، مؤمل لنفعه، واثق بدفعه، معترف له بالطول، مذعن له بالعمل والقول. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، سيد الأمم وأشرف العرب والعجم، محمد المصطفى، وعلى آله الأطهار المصطفين الأبرار، ولا سيما بقية الله في أرضه سيدنا ومولانا الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين وسيد الصديقين والصفوة من سلالة النبيين وباب حكمة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. سيدي يا أبا الحسن، بين يديك وفي رحابك المطهر تتزاحم هذه النفوس المحبة والقلوب المنتحبة، وهي تستذكر في هذا المقام المقدس ظلامتك العظمى ورزيتك الكبرى، وهي بذلك إنما تشكو إليك فقدك ويتمها بعدك، وأنت لها ملاذها ومن النار معاذها. ومن هذه الحضرة المنورة ترفع الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة آيات التعازي والمواساة إلى مقام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجع الدين العظام ومحبي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأل الله بحرمة هذا المصاب أن يعجل لوليه الفرج والعافية والنصر، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. فهنيئاً لك يا أبا الحسن، ولا حرمنا الله أجرك ولا أذلنا بعدك، فلقد ملكت فما غيرت، ولا بدلت ولا قصرت، ولا جمعت ولا منعت ولا آثرت، ولا كذبت ولا كذبت، والحمد لله على عظيم رزيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صار نكبة نكبة العالم بيك أخطر نكبة، مو أمة وحدة إلى عندك رغبة، مو فرقة حتى الحزين لا تحسبه، العالم جميع بمشرقه وبغربه.
ضمتها النكبة عليه أو المحنة وصلت ليه غمتها النكبة عليه أو المحنة وصلت ليه كل ما نقب آثارك كل ما يدرس أفكارك أنت المعجز لقاك أهل العالم ما ينساك يا حيدر يا حيدر ظلين غاك مثلك واحد يصلح يعدل والعدل يا معجز بيك العاقل يتخير يا معجز بيك العاقل يتخير يا معجز بيك العاقل يتخير يا عاقل بعلوم غيدة يتفجر يا يا راية الأحزان يا لوعة الأزمان يا راية الأحزان يا لوعة يجري دم القرآن من هامة الإيمان يا راية الأحزان يا لوعة الأزمان يجري دم القرآن من هامة الإيمان بكت للمرتضى السبع الشداد هيا ارفعوا في صحنه علم السواد ها قد بكت للمرتضى السبع الشداد هيا ارفعوا في صحنه علم السواد حزنا يتامى مرتدى الثوب الحداد حزنا يتامى مرتدى الثوب الحداد دمع الأرام لسان صوت اليتامى ما نال الأسى ما هذا نداء الوحي حزنا ردد وتهدد والله
وتهدمت والله أركان الهدى شهر الصيام بالإسلام قد فجع وفي رزيته قلب الهدى قلب الهدى انصدع شهر الصيام به الإسلام قد فجع يا صاحب الزمان وفي رزيته قلب الهدى انصدع شهر الصيام بكت عين السماء دما دما فيه وجبريل ما بين السماء نعى وعليا صيح وعليا شهر الصيام بكت عين السماء دما فيه وجبريل ما بين السماء نعى اليوم في سيف أشقى العالمين هوايا يا شخص الوصي وفي محرابه صرع اليوم فلتسكب الأيتام عبرتها يا لسان حالك اي والله لسان حال زينب شي يقول يقول بويا بويا برحيلك ما تحيلي حيل اي اي ارخصها دمعتك بويا بويا يا علي يا علي يا بويا بويا برحيلك ما تحيلي مو حصار من فرقاك ليلي قلب مريد وتعذب دليلي يا بويا بويا شاب الراس بغيابك يا غالي بعد شو تقول تقول شالاه اش كثر قلبي يا بويا عليك شالا يا مصابك للبدن يا علي شلا يا بنت والصد لابوها بنعاش صيح يا علي يا علي بنت والصد لابوها بنعاش شالا بس الله اللي يعرف الصار بي اي بس الله اللي يعرف الصايا يا 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 ربي نوح يا الناعو دمعتك سيلها وصيح طاح اللي افحام تخيلها والله نوح نوح يا الناعو دمعتك سيلها وصيح طاح الليث حامد خيلها طاح والفقدة الدنيا مظلمة وغلبيت تصوب دمعتهم دمى والأملاك تصيح كلها بالسمى عليك شلون بالملجيم تسجر وحتنا وصابك وانت الطوت جيت تغوى يا حامل حمى بمحرابك اخاف مغسلك يا ذيك بيده ويلجم صوابك بهدايا التغسل بي تدري بالجرح شراده والله ينصاب ينصاب لك مأتم يا حامل جار والله ينصاب ودمعي علي مثل السيل ودمع عليك مثل السيل ينصاب يا ريت صوبك بالقلوب يا علي يا علي يا علي ويا ريت صوبك
بالقلب ينصاب وسالم تظل يا حامل حميه يا والله وسالم تظل يا حامي يا الحمية. نشارك مولاتنا زينب بطبرتك عاودت كسرت ضلع أمي صلاة العيد صلاة العيد صلاة العيد أنا عد من أصليها عقب عينا وليني زيني بيوت أحزان أبنيها عقب عينا أمس مني فقدت أمي جلت يمي طبرتك عاودت كسرت ضلع أمي صلاة العيد صلاة العيد صلاة العيد مصيبة خبر مصيبة وخبرها الجاي بمصابك مشيبك يحكي بسكوتك حسرتك من حرق بابك سجودك هم سوي ربك سوالف يروي مصابك فرق بالحجم شكل السيف وقلبي يسمع وبي اليوم تهيئت مواكب النجف وهيئات المواكب وأبناء مدينة أمير المؤمنين حيث نصبوا أكثر من 150 موكب في المدينة القديمة البيوت فتحت الحسينيات فتحت لاستقبال الزائرين الوافدين إلى مدينة أمير المؤمنين المدينة توشحت بالسواد هنالك زوار عرب وأجانب وافدين إلى مدينة النجف عن طريق مطار النجف الأشرف الدولي فالمواكب تعد لهم الفطور والسحور بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة احنا نحب آل البيت ونودهم نتبرأ من أعدائهم ودنا نعبر عن ما في ضمائرنا اليوم نعبر عن حبنا لفقد مولانا أمير المؤمنين في محراب صلاته فزت ورب الكعبة تهدمت والله أركان الهدى سيد يا مولاي يا أمير المؤمنين دموع اليتامى لا تنشف ودموع الأرامل تبحث عنك في كل مكان عظم الله أجوركم ورحم الله وديكم نشكر قناة الأيام الفضائية على هذه التغطية 50 سنة صار لعمي بهاي الخدمة فطور وسحور وخدمة الحسين بطريق الحسين على هاي الخدمة ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ويديم هاي النعمة علينا السفر ممدودة ما شاء الله على طول الشوارع شارع زين العابدين من الطول للطول سوق الشبير من الطول للطول شارع الرسول من الطول للطول شارع الصادق من الطول للطول السور داير مداير النجف من غير الأقضية والنواحي اللي موجودة بالأحياء كلها ما شاء الله وهذه مواكب الديوانية ما هي إلا جزء قليل تقدمه إلى هذا الإمام الفذ القدير الذي ضحى بأنفسه وعياله من أجل ثبات الدين اليوم البصرة كلها اتجهت إلى أمير المؤمنين نعازي أمير المؤمنين نعازي فاطمة الزهراء ونعازي الحسن والحسين ونعازي رسول الله بالذات نحن مواكب أهالي الحلة الفيحاء نعزي صاحب عصر الزمان باستشهاد جده أمير المؤمنين في هذا اليوم نحن موكب شيعة علي النبي طالب في سوق الشيوخ بيقار ونعزي كل العالم الإسلامي وهذه ليلة نحيها بذكرى مولانا أمير المؤمنين اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك
بك يا الله، 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 بك يا الله. طبرتك عاودت كسرت ضلع امي، صلاة العيد، صلاة العيد، صلاة العيد، انا عد من اصليها عقب عينك، ونيني زيني بيوت احزان ابنيها عقب عينك، امس مني فقدت امي جلت يمي، طبرتك عاودت كسرت ضلع امي، صلاة العيد، صلاة العيد، صلاة العيد. مصيبة تخبر مصيبة وخبرها الجاي بمصابك، مشيبك يحكي بسكوتك، حسرتك من حرق بابك، سجودك هم سوي ربك، سوالف يروي مصابك، فرق بالحجم شكل السيف، وقيل بأي سماك وبأي أسواق. لازلنا مشاهدي الكرام مستمعياكم في تحياتنا الخاصة بعد أن كنا في مدينة النجف الأشرف، واخذنا الفاصل الأول حول رفع راية الحزن في مرقد سيدي ولاي أمير المؤمنين عليه السلام، وأيضا قدمنا بعض ما يمكن تقديمه من خلال إحياء ليلة القدر في النجف الأشرف. انتقلنا إلى مدينة الكوفة حيث كما تشاهدون مسجد الكوفة المعظم، ونقلكم المراسيم في هذا المكان في هذه الليالي العظيمة، ليالي القدر والتي تتزامن مع ليالي استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام. ألتقي برئيس قسم الإعلام في مسجد الكوفة المعظم الأستاذ وقاص الفتلاوي. السلام عليكم أستاذ وقاص. السلام عليكم أستاذ فلاح، لنا ولكم الأجر، عظم الله وهنيئا لكم هذه الليالي، ليالي القدر المباركة. عظم الله لكم الأجر باستشهاد المولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعظم الأجر لمشاهدي قناة الأيام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. أستاذ وقاص، نعطينا فد مجمل عن ما يقدم مسجد الكوفة إعلاميا دينيا، برامجكم في هذه الليالي ليالي القدر واللي تتزامن مع ليالي استشهاد أمير المؤمنين، كما تعرفون عندنا ليلة جرح وليلة استشهاد أيضا. أستاذ فلاح، لا يخفى على المشاهدين الكرام وعليكم أنه المكانة الدينية العظيمة لمسجد الكوفة المعظم تحتم عليه أن يكون على أهبة الاستعداد لاستقبال آلاف الزائرين على طوال شهر رمضان المبارك. الأمانة استعدت خلال شهر رمضان المبارك أن تستقبل يوميا آلاف الزائرين من بعد الإفطار، من الإفطار وحتى مطلع الفجر. أحد أهم الاستعدادات والخطوات التي باشرت بها الأمانة هو بقاء المسجد مفتوح طيلة 24 ساعة لاستقبال الزائرين واستقبال الناس التي تمارس الطقوس الدينية من قراءة القرآن الكريم والأدعية والأذكار خلال ليالي الشهر. هناك عدة أمور قام بها قسم الشؤون الدينية، وهو يعني من الأقسام الفعالة جدا في الأمانة، حيث قام القسم بإقامة الجلسة أو الختمة القرآنية السنوية المعتادة. هذه الختمة يعتاد أهالي الكوفة وزوار المسجد بحضورها بشكل مستمر لختم القرآن الكريم، حيث هناك ختمة يوميا لكل جزء من أجزاء القرآن المبارك. بالإضافة إلى ذلك أستاذ فلاح، هناك 10 ختمات للقرآن الكريم في عموم المحافظة، أقضية ونواحي. اليوم مو كل الزوار يعني يستطيعون القدوم إلى المسجد وتتسنى لهم الفرصة بالقدوم إلى المسجد. المسجد ذهب وأقام ختمات للقرآن الكريم
في الجوامع والحسينيات في برعاية مسجد الكوفة. نعم برعاية مسجد الكوفة وفرنا قراء وكذلك وزعنا المصاحف الشريفة عليهم كهدايا، وكذلك هناك وجبات للماء وتوزع عليهم دائما وجبات افطار وايضا ما بعد الافطار. نعم نعم استاذ فلاح، بالاضافه الى ذلك المجلس ختمة القرآن الكريم تقام نهار شهر رمضان وليالي شهر رمضان، حيث في اروقة المسجد تقام ختمات للقرآن الكريم للناس الراغبين بالحضور في نهار الأيام المباركة، بالإضافة إلى وجود ختمات للقرآن الكريم للبراعم وللفتيات دون الصبيان. فهذه الختمات الغاية منها أستاذ فلاح هي تعليم القراء قرآن قراءة القرآن الكريم بالشكل الصحيح، هي الغاية منها هذا. وقص انقاطعك ولكن من باب الاختصاص. نعم. أنتم كرئيس قسم الإعلام أيضا لقسم الإعلام نشاطات مهمة في هذا الشهر الكريم، أيضا لنشاطات مهمة على طول أيام السنة، حدثني عن اختصاصكم أستاذ وقص. أستاذ فلاح، هو احنا نعتبر هذا الشهر هو موسم، وفي المواسم عادة مثل ما تعرف جنابك يزداد الضغط واللود على الكوادر الإعلامية، باعتبار أنه المسجد يرعى ختمات للقرآن الكريم في المسجد، هناك ليالي ثلاث يقام بها مجلس إحياء ذكرى استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بالإضافة إلى المجلس المصغر الذي يقام ليلة الجرح جرح الإمام سلام الله عليه، حيث الأمانة مختصة أو مهتمة جدا باختيار من أفضل خطباء المنبر الحسيني وكذلك الرواديد الحسينيين. الضغط الكبير يكون على عاتق قسم الإعلام بحيث يظهر كل هذه النشاطات ويوصل الرسالة، رسالة محمد وآل محمد ورسالة أمانة المسجد يوصلها للناس. وكذلك لا يخفى عليكم قيام المؤمنين بإحياء ليالي القدر، ليلة 19 من رمضان وليلة 21 وليلة 23، بحيث الناس هنا يتزاحمون في هذا المكان. باحة المسجد أستاذ فلاح تمتلئ تماما، محيط المسجد وكل الأروقة المحيطة بالمسجد تمتلئ تماما بالناس الراغبين بإحياء بالمؤمنين الراغبين بإحياء ليالي القدر داخل هذا المكان المقدس. ليلة 23 لها طقوس تختلف عن الليالي الباقية، حيث في بداية الليلة يكون هناك ختم للجزء 23 من القرآن الكريم، وكذلك قراءة دعاء الجوشن الكبير، وكذلك رفع المصاحف وزيارة أئمة أهل البيت وزيارة وارث سلام الله عليهم أجمعين، وكذلك يقام أيضا الصلاة صلاة 100 ركعة، وهناك عدة طقوس تمارس حتى مطلع الفجر. أضيف نقطة لأن أنتم يمكن ما تذكروها، يعني كأنما إيثار من جنابكم الكريم، إحنا نشكركم ونيابة عن باقي إخواني في المؤسسات الفضائيات لما تقدموا من دعم من تسهيل دخولنا، تزويدنا بالصور، تزويدنا بالمعلومات، هذا أيضا جهد إضافي تشكرون عليه. نعم أستاذ فلاح، هو واجبنا أيضا أنه نسهل دخول القنوات الفضائية مثل جنابكم وقنوات الراغبة أيضا بدخول إلى المسجد، نسهل أمرهم، نحضر لهم المواد الإعلامية الكاملة، وكذلك نسهل قيام جولاتهم الفنية وجولاتهم الإعلامية داخل المسجد وتهيئة الكثير من المواقع لغرض التصوير. شكر أستاذ وقاص، أتمنى لكم إن شاء الله التسديد وهذا يكون إن شاء الله في ميزان حسناتكم. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا قناة الأيام. لازلنا مستمرين لكم مشاهدين كرام في مسجد الكوفة المعظم، وألتقي برئيس قسم الشؤون الدينية في هذا المكان المشرف الشيخ هادي زنجيل. السلام عليكم شيخنا، بارك الله لكم السلام. الأجر وتقبل الله طاعاتكم في هذه الأيام والليالي الفضيلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعاتكم وصيامكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على جميع المسلمين بقبول الأعمال إنه سميع مجيب. أخذنا بعض مقتطفات ما يقدم مسجد الكوفة، ولكن أصحاب الشأن هم أدرى، أهل مكة أدرى بشعابها. قسم الشؤون الدينية إلى لمسات خاصة وإلى غايات في إيصال هذه اللمسات إلى الجمهور، إلى من يأتي ويؤم هذا المسجد المعظم. ماذا عد قسم الشؤون الدينية في مسجد الكوفة المعظم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على حبيب إله العالمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في شهر رمضان المبارك قسم الشؤون الدينية له نشاطات خاصة تختلف عن النشاطات العامة. أهم هذه النشاطات وبشكل مختصر هي الختمات القرآنية، هناك 13 ختمة قرآنية في داخل المسجد الثلاثة وباقي في خارج المسجد المعظم. هناك محاضرات الوعظ والإرشاد طوال ليالي شهر رمضان المبارك، في كل ليلة هناك مجلس الوعظ والإرشاد، وهناك فضلاء الحوزة العلمية، ما يقارب 7 من فضلاء الحوزة العلمية على طول ليالي شهر رمضان المبارك. هناك مجالس الوعظ والإرشاد خارج أمانة مسجد الكوفة، أيضا برعاية أمانة مسجد الكوفة في المناطق المحيطة في مدينة الكوفة العلوية المقدسة. شهر رمضان كله نشاطات وكله هناك تميز، ولكن ما يتميز في شهر رمضان أيضا هي ليالي القدر. أولا هذه الليالي تختلف عن باقي الأيام، ليلة القدر هي خير من 1000 شهر، وتعلمون أنه ليالي القدر غير محدد تماما، فالمؤمنون يحيون 3 ليالي في مسجد الكوفة المعظم. مسجد الكوفة المعظم له شأن كبير جدا، وردت في الروايات أن الركعة الفريضة تعدل فيه 1000، وفيه ذكريات أمير المؤمنين، هنا استشهد أمير المؤمنين، هنا دكة قضاء أمير المؤمنين، هنا مقام النبي محمد، هنا جبرائيل، هنا آدم. فمسجد الكوفة المعظم يختلف، ليالي مسجد الكوفة هنا متميزة تماما تختلف، يمتلئ المسجد بالعباد الذين يحيون تلك الليالي بالعبادة وتلاوة القرآن والصلاة وقراءة الأدعية المعروفة في شهر رمضان المبارك. كما قلت لك، أما ليالي القدر فمختلفة. أولا في تلك الليالي من أول ليلة منها، وهي الليلة 19 التي يوافق فيها شهادة أمير المؤمنين، ضربة أمير المؤمنين، حيث كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يأتي إلى المسجد ويدخل من باب السدة وينادي بأعلى صوته: الصلاة الصلاة يرحمكم الله، إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وكان يوقظ النائمين صلوات الله وسلامه عليه. وجاء إلى ابن ملجم وكان مخبئا سيفه تحت ردائه وكان نائما على وجهه، قال: لا تنم، هكذا نوم، إنها نومة ممقوتة. ثم يمضي إلى المئذنة فيؤذن، وكان صوته يدخل إلى جميع بيوت الكوفة، كان ذلك آخر أذان لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويعود إلى محرابه ليصلي، ويأتي ابن ملجم المرادي ويقف بإزاء الأسطوانة التي كان يصلي فيها أمير المؤمنين، يمهله حتى يركع الركعة الأولى ثم يسجد، فأراد أن يرفع رأسه من السجدة الأولى، اللعين ضرب الإمام على هامته على أم رأسه، استكت أبواب المسجد وسمع هاتف يصيح: تهدمت والله أركان الهدى، وانطمست والله أعلام التقى ونجوم السماء، قتل علي المرتضى، قتل أتقى الأتقياء، قتله أشقى الأشقياء. هذا اليوم، هذه الليلة، ذكرى استشهاد أمير المؤمنين، ذكرى ضربة الإمام أمير المؤمنين على رأسه في تلك الليلة، وكأن الإمام اليوم يضرب، لأن مسجد الكوفة المعظم، أمانة مسجد الكوفة تحيي تلك الليلة، أي في الوقت الذي ضرب فيه الأمام يكون هناك مجلس في محرابه، تجتمع محبي أمير المؤمنين فجرا وقبل صلاة الفجر، يجتمع المؤمنون عشاق أمير المؤمنين، كل المسلمين عشاق أمير المؤمنين، لا بل كل إنسان يحب الإنسانية، لأنه ينظر إلى تلك المقولة، مقولة أمير المؤمنين: الناس صنفان، إما لك، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. علي لا يعني الشيعة فقط ولا يعني المسلمين فقط، علي يعني جميع الإنسانية. يجتمع المؤمنون وكأنه اليوم الذي ضرب فيه، كما هرع الناس إلى مسجد الكوفة ينادون: وعلياه وإماماه. تلاحظ الأجواء في مسجد الكوفة يوم غد بالتحديد، الليلة 19، الكل ينادي وعليا، الكل ينادي: تهدمت والله أركان الهدى، الكل تراه لاطما على وجهه، لاطما على رأسه، وهو ينظر إلى محراب أمير المؤمنين ويتذكر هنا ضرب أمير المؤمنين، ولكن عندما ضرب لم ينادي ولم يصح من الألم، بل قال: فزت ورب الكعبة، فزت
ورب الكعبة. فهذه الذكرى أليمة، يجتمع المؤمنون من كل أنحاء العالم هنا في مسجد الكوفة، والليلة الثانية أيضا الناس تجتمع، وإلى ليلة وفاة الإمام أمير المؤمنين وهي إحدى ليالي القدر، ليلة 21 أيضا يجتمع المؤمنين، وهناك مجلس عزاء أعده أمانة مسجد الكوفة المعظم لمدة 3 أيام، ويعني بمشاركة أبرع الخطباء والمنشدين. كذلك ليلة القدر المشهورة وهي الليلة 23، هناك أعمال خاصة لهذه الليلة، أمانة مسجد الكوفة المعظم تحييها بقراءة الأدعية المأثورة، دعاء الجوشن الكبير والآيات المعروفة، وهناك صلاة 100 ركعة أيضا يصليها المؤمنين جماعة، وهي قضاء ما في الذمة، وتمضي تلك الأيام، لأن فيها أيضا هناك شعيرة الاعتكاف، تحيا شعيرة الاعتكاف ابتداء من الليلة 19 إلى آخر يوم من شهر رمضان. المسجد حوالي 800 معتكف في المسجد إلى آخر الشهر الفضيل. أمانة مسجد الكوفة أيضا تكفلت بإطعامهم، تقديم وجبات الإفطار، وجبات السحور، المفروشات، ما يحتاجون إليه من لوازم حتى يتمون ذلك الاعتكاف. مسجد الكوفة في شهر رمضان يختلف عن جميع بقاع العالم، أقولها بصدق وبدون تردد، يختلف عن جميع بقاع العالم، لأن تهوي النفوس إلى مسجد الكوفة، يتذكرون أمير المؤمنين حيث كان يصلي، وحيث كان يؤذن، وحيث كان يقضي، وحيث استشهد صلوات الله وسلامه عليه. شيخ العزيز رسول الله عز وجل، أن نكون مع علي في الدنيا ومن أنصاره في الآخرة، ولنا ولكم حسن الختام وحسن العاقبة. آمين يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على جميع المؤمنين، أن يتقبل أعمالهم في هذا الشهر الفضيل، أن يبلغهم هذا الشهر الفضيل، وأن يرزقهم حج بيت الله الحرام، وأن يقضي حوائجهم جميعا. ونتقدم بالشكر الجزيل للقنوات المؤمنة الإعلامية، لا سيما قناة الأيام، لتغطيتها هذا الحدث الكبير. موفقين إن شاء الله، وبارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لازلنا وإياكم في مسجد الكوفة المعظم، ولنسلط الضوء أكثر على الجلسات القرآنية، كيفية أدائها، أماكن عقد هذه الجلسات. ألتقي بالقارئ الدولي الشيخ علاء صادقي. سلام عليكم شيخ العزيز. سادة العزيز الله يبارك فيك. الله طاعاتكم في هذه الليالي العظيمة، ليالي القدر، لتتزامن مع ليالي استشهاد سيدنا ولاي أمير المؤمنين عليه السلام. سلام الله عليك يا سيدي ومولاي أمير المؤمنين، وتحية طيبة لكم، شكرا على هذه الفرصة
ونشكركم على تغطيتكم لهذه المناسك، حقيقة المناسك الطيبة في شهر رمضان. بالتأكيد هذا منطلق من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين وكتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وأنهما لا يفترقا. هذه حقيقة يعني يجب أن نجعلها حقيقة واقعية، ليس مجرد أن نلقيها على المنابر أو نخطبها أو نوصلها للناس مجرد كلام أو قول، وإنما نجعلها حقيقة واقعية نعمل بها على في الخارج، يعني من خلال إقامة هذه الختمات والجلسات القرآنية، وكذلك أيضا يعني خلال شهر رمضان أو بعد شهر رمضان نقيم الدورات القرآنية. يعني ببالي صار تقول أيضا تعليم الأحكام القرآنية. أحسنت، يعني نحاول أيضا أن نشرك يعني الفئات العمرية الشبابية خصوصا. تعرف اليوم الشباب يعني الأجواء انفتحت، هناك يعني منصات التواصل الاجتماعي أصبحت متعددة، وتجد الشاب خلال يعني لا أقول 24 ساعة وإنما كل وقته منصرف على اليمن على الموبايل والتواصل من خلالها. لماذا لا يكون هناك دور أو وجود لهذه الفئات العمرية الشبابية، عمر 10 سنوات 5 سنوات 15 سنة، خصوصا شبابنا في المرحلة المراهقة؟ لابد أن نهتم بهم من خلال ماذا؟ من خلال يعني جلبهم علما لهذه الجلسات، وذلك من خلال تشجيعهم وتعليمهم للقرآن من خلال الحفظ أو التلاوة، وأيضا إشراكهم على مستوى مسابقات. وهذه المسابقات يعني كما تعلمون نقيمها الحمد لله والشكر سواء هنا في مسجد الكوفة، أمانة مسجد الكوفة، دار القرآن الكريم وقسم الشؤون الدينية، وكذلك المراكز القرآنية الأخرى في عموم العراق. هذا يعني يؤدي إلى أن نهتم بالشريحة الشبابية أكثر وإيصال المفاهيم القرآنية. أيوة، إن شاء الله. هذه رسالة نقدمها باسم شيخ علاء صادق القائد الدولي، بأنه إخواني أخواتي، مفردة مفردتين في هذا الشهر الفضيل، حكم حكمين، الإدغام من هالأمور هذه، تعليمها يعني الإنسان يتعلمها ويتعلم طريقة القراءة الصحيحة، فرصة هاي. بالضبط، أكيد فرصة. ويعني شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول إن شاء الله لكم ولنا ولجميع المؤمنين. محراب يتيمة تصير، يا حيدر ختمة المصحف مثل زينة بلا تفسير، حلم ايتامك تشتف مثل زينب، ومثلهم انا شتفني حبل همي اي همي، وطبرتك عاودت كسرت ضلع امي. صلاة العيد، صلاة العيد، صلاة طبرتك عاودت كسرت ضلع امي. صلاة العيد، صلاة العيد. وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام فقرات تغطيتنا واللي كانت خاصة عن إحياء ليالي القدر المباركة، والتي تتزامن مع ليالي استشهاد سيدي مولاي أمير المؤمنين عليه السلام. جولات هذه التغطية كانت بين مدينتي النجف الأشرف ومدينة الكوفة، حيث مرقد سيدي مولاي أمير المؤمنين ومسجد الكوفة المعظم. أسأل الباري عز وجل أن نكون قد وفقنا في هذه التغطية. إلى تغطيات أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.